مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الحكيم في بيتك. بعد عرض حلقه حساسيه الاطفال الشهر اللي فات جات لي تعليقات على صفحه البرنامج على الفيسبوك من متابعين البرنامج بيطالبوا باننا نعمل حلقه عن حساسيه الكبار، اشمعنى؟ ونتعمق كمان في الحساسيه لانها من اكثر الامراض الشائعه عند المصريين، ولاني حريص جدا وبتسعدني متابعه تعليقاتكم والاخذ باقتراحاتكم، فالنهارده بناء على طلب الجماهير زي ما بيقولوا هنتكلم عن الحساسيه بس عند الكبار. بس اكيد بعض اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي بيسالوا، هو في فرق اصلا بين الحساسيه عند الاطفال وعند الكبار؟ الاجابه ان مفيش اختلافات جوهريه، لكن في فروق بسيطه. منها مثلا ان حساسيه الغذاء منتشره اكتر عند الاطفال من اكتر من الكبار، ونسبه انتشارها بتقل كل ما تقدمنا في المرحله العمريه. وكمان من انواع الحساسيه اللي بتظهر عند الاطفال بشكل اكتر الحساسيه الدوائيه، الحساسيه ضد الحشرات. اما عند الكبار فبتنتشر عندهم اكتر الحساسيه الصدريه زي الربو اكتر من نسب وجودها في الاطفال. مش كده وبس، دي بتبقى اعراضها عندهم اكثر تعقيدا كمان، وده هيودينا الاختلاف التاني، وانه رغم ان الاطفال والكبار بيتعرضوا لنفس انواع الحساسيه الا ان نسبه خطوره اعراضها وتطور مضاعفاتها بتبقى عند الكبار قوي اكتر من الصغيرين، وده بسبب ان جهاز المناعه كل ما بنكبر كل ما بيضعف، وده نتيجته بتمثل الاختلاف التالت، ان فتره العلاج من الحساسيه بتكون اقصر عند الاطفال عن الكبار. ومن المفروض اللي بينهم برضه هو ان الطفل معرض للاصابه لانواع كتير من الحساسيه، لكن كل ما بيكبر بيبقى شخص بالغ بيقل التنوع ده في شكل الحساسيه اللي ممكن يصاب بيها، وتتركز غالبا في نوع واحد. زي ما قلنا بتختلف درجة خطورته وتعقيده، عشان كده الحساسية بتتأثر لدرجة ما بالسن، فبتبدأ تظهر للطفل من سن السنتين لحد سن الخمسة عشر سنة، بعدين الجسم بياخد هدنة في العشرينات اللي هي فترة الحيوية والنشاط، ثم يبدأ تاني في الثلاثينات ترجع نسبة تعرض الإنسان للحساسية ترتفع بسبب التغييرات اللي حصلت في جسمه في المدة دي. في حلقتنا النهاردة هنركز على الحساسية عند البالغين ونفهم أعراضها زي ما فهمنا أعراضها عند الأطفال، وهنتكلم عن أبرز أنواع الحساسية الشائعة عندهم زي الربو مثلا، لأن اتفاجئت من الرقم لما عرفت أن عدد المصابين بالربو في العالم وصل ل 350 مليون مريض. مش بس كده، النسبة بتزداد بشكل مستمر، ووصلت معدلات الوفاة سنويا بسبب الربو ل 250 ألف حالة في العالم. الحساسية مش مرض بسيط، مش شوية حبوب والتهابات بيظهروا ويختفوا، الحساسية مضاعفاتها ممكن لا قدر الله تنهي حياة ناس كتير. وإن كانت حساسية الأطفال مهمة، فالحساسية عند الكبار أهم. وبكلامي ده ما أقصدش أخوفكم، أنا بقصد بس أنبهكم لضرورة التوعية عن المرض ده. عشان كده بعد الفاصل معايا الدكتور طارق غيث أستاذ المناعة والحساسية في كلية الطب جامعة الزقازيق، اللي هينورني في الحكيم في بيتك ويكلمنا عن أخطر أنواع الحساسية عند البالغين وأعراضها. هنتكلم كمان عن طرق العلاج، وبالأخص هنركز على العلاج المناعي ونعرف هو عبارة عن إيه. كل ده بعد الفاصل البسيط اللي جاي، خليكم معانا. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس، والله على ما أقول شهيد، والله على ما